2022 الشعب توكل على الله وخرج قرار وقال بسم الله لازم نخرج للساحة وبحق الوطن ودم الشهداء ما نرجع للدار وما نعرف سعادة وما نعرف راحة حتى نحرر أرض الطاهرة من الأشرار وبين وبيك من الميدان والتحتاحة ما شيرتنا سلمية للعالم ولا تخبار عدو الجزيرة تخلع ما يجاش الراحة منكم سار فينا آه وماذا سار رجعنا شوفوكم كيف راد اسبانيا كي تخرج للطاحة وين كرامتكم وين شهامتكم يا وجوه العار يا سفهاء وليتوا مسخرة وجياحة سرقتوا مال الشعب وزدتوا للعقار انهبتوا الأراضي ودمرتوا الفلاحة قتلتوا شبان جايين للدنيا ما زال صغار بكيتوا أمهات عيونهم ديما نواحة جبتوا كادر وقلتوا زعيم بطل ومغوار آه وآه من الآهات صارت كده جملة بحاحة وليتوا تلعبوا معنا لعبة القط والفار وإحنا ما يخلعناش اللي يومتوا شتاها انتم وإحنا هنا وراكم زنقة دار وين تروحوا منا يا كلاب النباحة الحبس اللي بنيتوهم يا قوم الفجار الحرش يستناكم تتذكروا فيه ذيك السياحة عند بالكم الجزيرة ما فيها لا بركان ولا إحصان ها هو جاكم التوربيون وين تروحوا يا سفاحة يا فرنسا هذه ولادك خوهم بيجار الجزيرة مريضة منها ما هي مرتاحة شجرتكم خبيثات تتلحم من الجدار ونقصوا في بلاصتها شجرة ونسموها التفاحة.